متكامل يتبعهم نظام وحلفاء. إما الموت قصفاً أو الحصار حتى الموت جوعاً أو التهجير القسري ومغادرة أرضهم. تلك إذن خيارات السوريين المتبقين في سوريا، وتلك هي الاحتمالات التي فرضها عليهم نظام دمشق وحلفائه لضمان استمرار مصالحهم المرتبطة ببقائه. نطالبهم بالصمود أكثر، ولكن المطلوب أن يقف العالم إلى جانبهم، لكن للأسف الشديد الغطاء انكشف. هناك تآمر دولي على الشعب السوري لاقتلاعه من جذوره ومن أرضه. يعني أنا بخجل أحكي مع الشعب السوري إلا أقول له الله معك ونحن معك ودائما صوتنا عالي حتى تصمد على أرضك اللي هي أرضنا. طبعا نحن ناشطين من الداخل والخارج، انطلقنا بهاي الفكرة لنقدر أنه نضغط على المجتمع الدولي وعلى الدول وعلى أصدقاء الشعب السوري، نضغط عليهم بهاي الحملات الإعلامية بيوقف تهجير القصر، بيوقفوا جنب الشعب السوري كونه هن بيعدوا حان أصدقاء الشعب السوري. لا للتهجير القسري هو عنوان الحملة التي نظمها إعلاميون سوريون في مدينة غازي عنتاب التركية. تهدف الحملة لتسليط الضوء على سياسة التهجير القسري والتغيير الديمغرافي التي يتبعها نظام دمشق في المناطق التي يحاصرها. شيء هي وقفة معنوية معهم لحتى نحسسهم أنه نحن مالنا نسيانينهم، أنه نحن عايشين نفس المأساة، نحن هجرنا قبلهم، هن نضلوا صامدين شوي بأرضهم. الرسالة لحتى تقولهم أنه نحن مستحيل ننساكم، نضليتوا أو حتى النظام قدر يطلعكم من مناطقكم. طبعاً الناس المحاصرة بالداخل سئمت من الأكاذيب وسئمت من الخذلان الدولي، وإن كان من دول العربية خاصة، يعني من الحكام العربية خاصة. فرسالتهم توصل لشعوب، الشعوب هي اللي تضغط على حكوماتهم لحتى يأثرون ويخففون عليهم هذا الضغط. يعني بعد قتال وجوع قتال وجوع يضيع كل التعب بالتهجير القسري الممنهج. لم يقتصر التهجير القسري بداية على سكان مدينة باب عمر، ولن تنتهي هذه السياسة عند أعتاب مدينة حلب الشرقية التي يحاصرها النظام اليوم، ليفرض هدنا لاحقة يتلوها تهجير قسري للسكان الأصليين. فإما أن يموت الحلبي أو يهجر بشكل قسري، وتلك خيارات متوافق عليها دوليا يقول الحلبيون. أرحلوا لن نرحل. يتطلع نظام دمشق وحلفائه تهجير السوريين من مدنهم لتنعم سوريا المفيدة بالأمن والأمان، ويتطلع السوريون خارج مدنهم نازحين لاجئين العودة لبلادهم، ولسان حالهم يقول أخرجونا من أرضنا إن شئتم سنعود لها ولن نرتضي غيرها وطنا. تاليا قدسي لأورينت نيوز، غازي عنتاب، تركيا.